بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة الأخبار العربية من تلفزيون جمهورية الصومال الفيدرالية، والبداية بالعناوين. وفد رفيع المستوى بقيادة رئيس الجمهورية يصل إلى جمهورية جيبوتي. رئيس الجمهورية يدعو رؤساء الولايات الإقليمية إلى عقد اجتماع مجلس الأمن الوطني. الحكومة الفيدرالية تعترف بأحمد مذوبي كرئيس مؤقت لولاية جوبلاند. الولايات المتحدة ترحب بانطلاقة المفاوضات بين الدولة الفيدرالية وإدارة صوماليلاند. حكومة الوفاق الوطني الليبية ترحب بمبادرات حل الأزمة بشروط. أما الآن مشاهدينا الكرام، فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم إبراهيم أزهري. وصل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد الله فرماجو على رأس وفد رفيع المستوى اليوم الأحد إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي. وكان في استقبال رئيس الجمهورية والوفد المرافق له بمطار جيبوتي الدولي رئيس الوزراء الجيبوتي السيد عبد القادر كامل محمد، ورئيس البرلمان السيد محمد علي حمد، ومسؤولون آخرون من الحكومة الجيبوتية. ويضم الوفد كلا من رئيس مجلس الشعب السيد محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، ورئيس الوزراء السيد حسن علي خيره، ووزراء من الحكومة الفيدرالية. كما يضم وفد إدارة إقليم صوماليلاند كلا من الرئيس موسى بيحي، ووزير الخارجية ياسين حاجي محمود، ورئيس مجلس الشيوخ سليمان محمود آدم، ومسؤولون آخرون. وشارك وفد رئيس الجمهورية في المفاوضات التي جرت عصر اليوم في جيبوتي بين الحكومة الفيدرالية وإدارة إقليم أرض الصومال برعاية الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيل، وبحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وذلك لتقريب وجهات النظر وحل القضايا التي تهم الجانبين. دعا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد الله فرماجو اليوم الأحد رؤساء حكومات الولايات الإقليمية إلى عقد اجتماع مجلس الأمن الوطني، وذلك بمشاركة محافظ بنادر وعمدة العاصمة مقديشو. ويبحث الاجتماع بشكل مستفيض سبل مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بشؤون الانتخابات المقبلة والأمن ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى استكمال صياغة الدستور الوطني وانتعاش النظام المالي في البلاد. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات تمهيدية عبر تقنية الفيديو، وذلك لتقييم الجهود المشتركة لمحاربة تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، وكذلك مواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عنها. هذا وتؤكد رئاسة الجمهورية أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يعتبر استكمالا للإنجازات التي تحققت في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد خلال السنوات الماضية. اعترفت الحكومة الفيدرالية نظرا للانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة بالنسبة للبلاد والمجتمع الدولي ككل، اعترفت بالسيد أحمد محمد إسلام مذوبي كرئيس مؤقت لولاية جوبلاند في مدة عامين بدءا من انتهاء فترة ولايته. كما دعت الحكومة الفيدرالية السيد أحمد مذوبي إلى العمل على ضم كل الأطراف المتنازعة أثناء الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في مدينة كيسمايو، وذلك من أجل الاستعداد لانتخابات شاملة وفقا لمبادئ دستوري الولاية والدولة الفيدرالية. وبناء على قرار مجلس الوزراء الذي صادق على مقترح وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة القاضي ببطلان نتائج الانتخابات التي شهدتها مدينة كيسمايو وخالفت لوائح وأنظمة الوزارة وقانوني الولاية والدولة الفيدرالية. وأعرب بيان الحكومة الفيدرالية عن أسفه حيال التدخل السافر الذي تمارسه الحكومة الكينية
كذريعة لعرقلة دعوى نزاع الحدود البحري بين البلدين. الجدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية دائما ما تسعى إلى الحفاظ على المصالح الوطنية ووحدة الشعب وحماية سيادة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية برا وبحرا. رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف مفاوضات الحكومة الفيدرالية وإدارة إقليم أرض الصومال التي انطلقت عصر اليوم في العاصمة الجيبوتية جيبوتي. ووصف بيان صادر من سفارة واشنطن في مقديشو انطلاقة المفاوضات بين الجانبين بالتطور الإيجابي، كما أشاد بالرئيس الجيبوتي فخامة إسماعيل عمر جيلي الذي استضاف هذه القمة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وإدارة صوماليلاند. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بقوة التعاون الرامي لاستثمار المفاوضات بين الجانبين، كما تدعو كافة المواطنين الصوماليين إلى المساهمة في تحقيق ذلك. رحب وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بمبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة في حال ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة وخضوع الجيش للسلطة المدنية. وقال الوزير في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: نرحب بمبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة في حال ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية. وأضاف باشاغا أنه لا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. وشدد الوزير على أن إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة طرابلس والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها سيؤدي إلى استمرار الفوضى ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها. وأكد قائلا: لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة. وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي مقرها في العاصمة طرابلس بسط سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى ومدينة ترهون الاستراتيجية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا العربية. هذه النشرة قدمها لكم إبراهيم أزهري، وفي الهندسة الصوتية الزميل محمد عبد الحكيم بونكا. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.